سلسلة إجراءات صحية وعلمية تتبعها وزارة الصحة لسلامة ومأمونية الأدوية في مخازنها قبل توزيعها على المستشفيات. الإجراءات تشمل الفحص والتحليل المختبري، وأي دواء يفشل بالاختبار يتلف مباشرة. أي شكل دواء يجب أنه يدخل إلى المختبرات الرقابة الدوائية، المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، يفحص فحوص دقيقة جدا، كيميائية، بيولوجية، سريرية وإلى آخره، حتى نتأكد من سلامة هذا الدواء قبل أن يصير به إطلاق صرف. إذا ظهرت مشكلة ثبتت في علاج معين يسحب، ببساطة يسحب من المذاخر ويتلف وفق آلية معدة مسبقا. هذه المشاكل تحدث بشكل يومي في أي مكان في العالم، لكن لحد هذه اللحظة لم يثبت علميا صحة أي من هذه الادعاءات، رغم أنها ممكن أن تحدث، لكن بشكل رسمي ومسؤول أنا أعلن لجنابك أنه ما ثبت عندنا مشكلة في أي من العلاجات المستخدمة اليوم. عمليات الفحص والتفتيش لا تقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب، بل تشمل المذاخر والمكاتب العلمية التابعة للقطاع الخاص. نقابة الصيادلة تؤكد أن زيارات ميدانية دورية تنظمها على الصيدليات للتأكد من سلامة إجراءات الخزن، وأن عقوبات عديدة تتخذ بحق المخالفين. توفير أجهزة التبريد في المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات شرط أساسي لفتح هذه المؤسسات. أي مخالفة مهنية في هذا الخصوص يحال الصيدلي إلى لجنة الانضباط. غلق عقوبات تبدي من أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، قد تصل إلى إلغاء نهائي إلغاء محل الصيدلان. ضمان السلامة الدوائية أولوية من أولويات وزارة الصحة عبر حزمة إجراءات فنية وطبية ضمن معايير عالمية لضمان وصول الأدوية بفعالية عالية عند استخدامها من قبل المرضى. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.